مرحبا بكم في قناة صور عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتكم في قناة سيول العقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم حتى النهاردة عرض جديد، شقة مميزة بالتقسيط المريح بجوار شارع رئيسي والخدمات العامة داخل قرية شاطئ النخيل. دي واجهة العمارة، عندي هنا ده المدخل، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ مع بعض العرض. ده باب حديد على الشقة، ودي شقة الجار، ودي شقة الجار التالتة. يبقى الدور عندي في 3 شقق. مساحة العمارة الإجمالية 360 متر على 3 شقق. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله تبارك الله. عندي ده الريسبشن، متشطب كويس جدا، تشطيب عالي، جبسون بورد. ودي خلفية 3D. ودي البلكونة، تراس رائع وجميل جدا، تشطيب مميز. الشقة على بعد 5 دقايق مشي للبحر، وبجوار شارع رئيسي، تصلح للسكن الدائم طول العام. ندخل نبص مع بعض على باقي الشقة. دي عندي طرق توزيع الغرف، وعلى يمين هنا موجود عندي مطبخ مقفول، صالة التوزيع، وعندي هنا موجود الحمام. ومعانا أول غرفة نوم، متشطبة كويس جدا، تشطيب جبسون بورد ممتازة ما شاء الله. الغرفة دي بتطل على الشارع الرئيسي، وعندنا هنا دي الغرفة التانية، كبيرة برضو ما شاء الله، ومشطبة كويس جدا، تشطيب عالي، جبسون بورد. دي نفس الإطلالة بتاعت الغرفة الأولى، بتطل على الشارع الرئيسي. ما شاء الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نتكلم مع بعض على تفاصيل الوحدة بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. عرضنا النهاردة من قناة صور عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شقة بالطابق الرابع علوي. العمارة عبارة عن 5 طوابق. العرض بتاعنا في الطابق الرابع، موجود أسانسير بس مش شغال، موجود حارس خاص للعقار. الشقة مسجلة لجمعية 6 أكتوبر القوات المسلحة، كاملة العدادات كهرباء مية، وزي ما احنا عارفين بنستلم آخر فواتير كهرباء مية بتاريخ اليوم.
المساحة الإجمالية للشقة 90 متر صافي، السعر 280 ألف جنيه بالتقسيط المريح على 24 شهر، بندفع مقدم 80 ألف فقط ونستلم فوري وقت التعاقد، والباقي 200 ألف على سنتين، كل 3 شهور بيدفع مبلغ 25 ألف جنيه، الدفع عندنا بيكون ربع سنوي. هو من داخل المكان كان مع حضرتكم أحمد بهجت صاحب قناة صور عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك، تشتركوا معانا كمان في القناة عشان يوصلكم كل جديد في عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. العرض كويس ومميز جدا، موقع ممتاز بجوار الشارع الرئيسي، يصلح للسكن الدائم طول العام والمصرف والاستثمار الجيد. العرض كويس وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم إن شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة صور العقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.